هتعمل ايه لو في حد من جيرانك كان بيستنجد بيك من 20 شخص عاوزين يخلصوا عليه؟ هل في الوقت ده هتحاول تروح تفض المشكلة ولا هتخاف على نفسك وهتسيبه يموت؟ قصتنا النهاردة مختلفة شوية وفي نفس الوقت حزينة جدا، لان راح ضحيتها شاب في العشرينات واسمه محمود أسامة، والشاب ده اتقتل بسبب شهامته وجدعنته. الشاب ده كان واقف قدام 20 واحد بطوله ولوحده وكان بيدافع عن جاره، واللي حصل بعد كده ان جاره ده سابه وهرب. قصة النهاردة هوري لك فيها صور وفيديوهات من قلب الجريمة، خليك معنا للنهاية عشان تعرف كل التفاصيل بالكامل، ويلا نبتدي القصة على بركة الله. بداية قصتنا في سنة 2021، كان في شاب اسمه محمود أسامة وكان قاعد في بيته في أمان الله، وفجأة سمع صوت حد عمال يستنجد بيه من بره، وكان باين على الشخص اللي بيستنجد ده ان هو مرعوب جدا. وفي الوقت ده محمود أسامة طلع عشان يشوف ايه القصة بالظبط، وفي الوقت اللي محمود أسامة خرج فيه في شاب طلع يجري وراه وفضل مستخبي ورا ظهره. ومحمود أسامة في الوقت ده اتفاجئ بمجموعة كبيرة جدا من الأشخاص وكانوا كلهم مسلحين، وفي الوقت ده محمود دخل عليهم عشان يفض المشكلة ويهدوا الموضوع، وفضل يقول لهم ان اي حاجة ممكن تتحل بالعقل والهداوة من غير ما تودوا نفسكم في داهية، لكنهم في الوقت ده كانوا عاملين زي الشياطين ومش عاوزين يسكتهم. ومحمود أسامة في الوقت ده كان بيحاول على قد ما يقدر ان هو يهديهم، لكن للأسف هو ما كانش قادر عليهم اطلاقا، وكان اللي جايب مجموعة الاشخاص دي كلها وجايين عشان يقتلوا البني ادم ده كان واحد اسمه محمد العربجي، والشخص ده لعنده لا قلب ولا دين ولا ضمير. المهم ان في الوقت ده الشخص اللي محمود أسامة كان بيحاول يدافع عنه هرب وسابه، وفي الوقت ده محمود أسامة قرر ان هو يرجع على بيته، لكنه في الوقت ده اتفاجئ بان محمد العربجي والاشخاص اللي كانوا معاه منعوه من ان هو يرجع بيته، وقالوا له في الوقت ده انت مش ماشي غير لما تجيب لنا الشخص ده من اول وجديد، لان احنا مش ماشيين ولا متحركين من هنا غير لما نقتله، واما هنقتلك انت بداله، لان انت شكلك كده مظبط معاه وانت اللي مهربه. ومحمود أسامة في الوقت ده قعد يقول لهم ان انا معرفوش ومليش دعوة بيه اساسا، وانا كل هدفي ان انا كنت اجي عشان احل المشكلة عشان الراجل جالي البيت وكان بيستنجد بيه. وقعد يقول لهم في الوقت ده ان انا كده بعدت عنكم شر كبير، لان انتوا كنتوا ممكن تقتلوه وتروحوا انتوا في داهية، وقعد يحاول يهد الموضوع وبعدها سابهم ومشي. وتاني يوم اتفاجئ بان نفس الناس دي جات له تاني عند البيت وبيهددوه بالقتل لو ما جاب لهمش الشخص اللي هم كانوا عاوزينه امبارح، وكانوا جايين بنفس الأسلحة اللي كانت معاهم. وفي الوقت ده محمود طلع لهم وقعد يحاول يهدي فيهم من تاني، وأخدهم في الوقت ده وراحوا قعدوا على القهوة، وجاب معاه ناس من رجالة البلد الكبيرة عشان تقعد وتحل الموضوع. ومحمود أسامة في الوقت ده حل الموضوع وصالح الناس ورجع على بيته على أذان الفجر، وكانت الدنيا لسه ماشية تمام لحد هنا، وكان في اعتقاده إن الناس دي ما عادوش هيجوا تاني ويعملوا مشاكل عند البيت. لكنه اتفاجئ تاني يوم ان الناس دي رجعت تاني عند البيت، لكن كان في الوقت ده كل واحد فيهم كان باين عليه الشر. وفي الوقت ده اللي طلع لهم اخو محمود أسامة وما كانش عارف هم عاوزين ايه الوقتي، وكان في الوقت ده بيقول لهم احنا حلينا معاكم المشكلة امبارح، انتوا لسه راجعين عاوزين ايه تاني؟ واول ما محمود أسامة طلع بره البيت وراح لهم كلهم هجموا عليه وقتلوه، وكل ده عشان كان بيدافع عن واحد ضعيف. وفي النهاية الشرطة المصرية قبضت عليهم كلهم. قلنا لو انت مكان محمود أسامة كنت اتصرفت ازاي ولا كنت هتعمل ايه؟ ما تنساش تسيب لنا رأي في التعليقات، واشوف وشكوا على خير الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.